يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رمي الجمرات بالحج الصغرى والوسطى والكبرى وذلك في أيام التشريق، رمي الجمرات في الحج الصغرى والوسطى والكبرى وذلك في أيام التشريق، هل يشترط التتابع والموالاة بينها؟ يشترط الترتيب، وأن يكون الرمي في أيام الحج، في أيام الرمي، فإذا غلق فيها وقد بقي من أيام الرمي شيء يعود إليها ويرميها مرتبا من جديد، وأما إذا مضت أيام الرمي فيتقرر عليه فدية، يذبح فدية بدلا عن الواجب الذي تركه. نعم.